إذن ما رأيك؟ وما هذا؟ رأينا أنك تحتاجين إلى الخصوصية. أنا وضعت هذه، وإذا أردت التزلج يوماً فأنا متفوق في ذلك. وأنا اخترت لك بعض المعاطف، سنختار الباقي لاحقاً. وأنا ملأت الثلاجة بالمثلجات التي تحبين، ادفعي ثمنها لاحقاً. وأنا نظفت الغرفة من الأرواح الشريرة والعناكب. وأنا علقت صوراً للعائلة الجميلة، ووضعت لك صورة مع صديقك. لسنا صديقين. وأنا صنعت هذه وكتبت عليها غرفة روني آن، ابقوا بعيداً. مدهش يا رفاق، لا أعرف ما أقول، هذا مذهل. اطمئني يا ابنتي، أنا سأتولى الأمر. أعتذر إلى الجميع، لكن أظننا سنحتاج إلى مقرمشات لحفل الانتقال. نسيت المقرمشات، أنا محرجة جداً. هل قررت البقاء؟ لما غيرت رأيك؟ كنت محقة، سيكون التغيير كبيراً. جميل أن نكون جزءاً من عائلة كبيرة، خاصة هذه. لا، نسينا الباب مفتوحاً. سروال جدي الرائع، علينا أن نبيعه في المتجر. فكرة رائعة. تصيبني حساسية من القطط. الكعبة سأنقذها. سأفتقدك جدا يا عزيزي، لكنني متحمسة جدا لمستقبلنا معا. وأنا أيضا يا عزيزتي، سأعد الأيام إلى أن أراك. وأنا أيضا. كارل، هل عذرتنا؟ حسناً، لكن تذكري دائماً إذا أساء إليك يوماً سيكون الفهد مستعداً. من استخدم قلمي الأسود باهظ الثمن لتخطيط العيون؟ علي الهروب. إذن حان وقت الوداع. نعم، أراك قريباً يا سخيف. أوه، لم تعانقيني من قبل. لا تعتد على هذا. أوه، قبل أن أذهب، إليك شيء قد يساعدك، فهو دوماً يساعدني. حقاً؟ ثقي بي. حسناً، ستكون الأمور مختلفة تماماً، فقد تضاعف حجم عائلتي 4 مرات، وأصبحت الباحة الخلفية مخرجاً للحريق، وأحتاج قفلاً لباب الحمام. ستكون مغامرة رائعة، لكن أنا لها. كان لينكن محقاً، الحديث إليكم مفيد. قارب الأحلام. بدأ المسلسل، هيا بنا. تحرك يا لالو. كنت أعني بابي. أخبرتهم أن شموعي لا تخطئ.